الأمر يعد، الأمر يعد. ونزلت دراسات لمراكز أبحاث أمريكية يتكلمون فيها عن الشرق الأوسط أي عن العالم العربي بعد 15 سنة. دراسات لو قرأتموها لتعلمون أن ما نحن فيه الآن من بدايات ومقدمات لابد أن توصل بتلك النتائج إن بقيت الأمة غافلة وسادرة وتدينها سطحي سلبي وأفرادها غير مهتمون، غير مهتمين بالحدث الأكبر والقضايا المصيرية. وإن بقي دعاتنا يكررون على المنابر الحكاية والمنامات ويوزعون على الناس صكوك الغفران ويوزعون بطاقات دخول الجنة بالمجان دون واجب ودون همة ودون فورة ودون نفرة، دون أن نقول لهم انفروا خفافا وثقالا، ودون أن نقول لهم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض، دون أن نستشعر أن لنا واجب. إذا بقيت الشعوب تحركها الغوغائية وتحركها السلبية بدءا من تدينها إلى كل شؤون حياتها، إذا بقيت منابرنا وبقي دعاتنا يتكلمون بما فوق السماء وما تحت الأرض ويشغلون الناس بالكرامات والمنامات والحكاية التاريخية المقطوعة دون أن يعرفوهم ماذا يجري وماذا يراد بهم وماذا يراد منهم، أقول إذا بقيت حالتنا هكذا فأخشى أن سيناريو ما بعد 15 عام الذي رسم ووضع أن ينفذ بحذافيره، وهو يرسم صورة قاتمة معتمة تقسم فيها بلادنا وتثار فيها فوضى من الصراعات والنزاعات ويسود فيها حالة من التنافر والتباغض. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، انفروا خفافا وثقالا. يأتي النداء، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يأتي النداء الخالد أيها الأحبة، والله متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الظالمون. لا يغرنك أيها المؤمن أيها الموحد أيها الحاكم أيها العالم أيها الفقير أيها الجاع أيها الغني، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد بأساطيرهم وعتادهم وجيوشهم ومخابراتهم وجواسيسهم ومعداتهم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. حينها يثق المؤمنون بوعد الله وتأتي النهاية يسجلها التاريخ وتعيد نفسها بنفسها بثلاث كلمات تكون الخاتمة: فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله.